من نذر كبشا ثم مات أو سرق فما الحكم؟ يعني مات الكبش، ما هو هو اللي مات، مات الكبش يعني معين، نذر كبشا معينا ومات هذا الكبش المعين، هل يلزمه بدله أم لا؟ لا ما يلزمه بدله، ما يلزمه بدله. لكن لو نذر كبشا غير معين ثم جاب كبش بيذبحه ومات يلزمه بدله، لأنه ما نذر معينا. أما إذا نذر معينا وتلف ما عليه شيء.